تقليد الرتب من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. عبد النور عزوز. محمد أحمد سايح. ويقلد رتبة عميد من طرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي العقداء الآتي أسماهم: يأتي تنظيم الحفل في غمرة الاحتفال بواحدة من محطات تاريخنا المشرق، الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وهي الذكرى التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين، وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر الخالد، وبدور أتقدم بأحر التهاني إلى كل الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى والمكرمين بالأوسمة. هذا التكريم المستحق نظير الجهود المثابرة المبذولة في سبيل تطوير قدرات قوتنا المسلحة.